السلام عليكم. حبسي في السعودية خلاني أعيد النظر في كتير أمور. هو اعتذر لكل من أخطأت بحقه، وميشيل عون أنقذني. هو واخدين بالكم أنتوا؟ ميشيل عون أنقذه، هنرجع ليها بس بعد شوية. وصول المرحل اللبناني سمير صفير للبنان، ومن أولها بدأت المكايدات بأنه تم فتح صالة التشريفات في المطار لاستقباله، وتم السماح فقط لمراسلة قناة الجديد الممولة من قطر علشان تعمل مع اللقاء. ما علينا من كل ده، مراسلة الجديد وطريقة طرحها للأسئلة بتبين إن هدفها تسمع من سمير صفير كلام مسيء للسعودية، ولكن ده ما حصلش بالشكل اللي هي عايزاه. من أقوال سمير صفير أثناء المقابلة إنه غادر السعودية جسدا وروحا لسه فيها، وأجاب المراسلة عن إمكانية عودته للسعودية، قال أكيد راجع للسعودية. وردا على سؤال ملغوم من مراسلة الجديد عن المعاملة اللي تلقاها في السعودية، أجاب إن التعامل كان راقي ولم يتعرض لأي إهانة أو مضايقة، وقال إن فترة حبسه خلته يعيد حسابات كتير، واكتشف إنه كان أسلوبه في الحياة وفي مواقفه غلط وهجومي جدا، واعتذر لبعض الفنانين والفنانات اللي حصل بينه وبينهم إشكالات، واعتذر كمان عن أسلوبه في اتخاذ المواقف السياسية، واعتذر بشكل مبطن عن كلامه عن السعودية في أحد البرامج اللي قبل كده، وقال إن المشكلة كانت إن البرنامج كان برنامج فكاهي، وإني قلت كلام اتفهم بإطار التهكم على السعودية. ومع محاولات مراسلة الجديد إنها تقتنص منه تصريح مسيء للسعودية، قال سمير صفير إن التحقيق معاه ملوش أي علاقة بتهريب الكبتاجون للسعودية، وإن التحقيق معاه كان تحقيق سياسي بيتعلق بتصريحات سياسية وتغريدات سابقة. وقال إنه أحد المحققين السعوديين كان بيقول له أنت فنان والناس بتحبك، مالك ومال السياسة والمواقف دي؟ وقال سمير صفير كمان فعلا معاك حق، وقال إن فترة حبسه خلته يراجع نفسه ويسألها عن سبب اتخاذه المواقف بالشكل ده، وإنه يزعل الناس منه بسبب السياسة، وقال إنه قرر يغير طريقة تفكيره وطريقته في اتخاذ المواقف، وقال بما معناه أنا ما تخليت عن خطي السياسي، ولكن مش هكون زي الأول ومش هتخذ مواقف هجومية من حد. واللافت في الموضوع إن سمير صفير لمح لمسألة إن حبسه في السعودية جاء بناء على وشايات مصدرها لبنان، في تقديري إن دي محاولة منه لتصفية حسابات فنية وممكن تبان في المستقبل. ولكن من تصريحاته المستفزة وكرد على سؤال حقير من مراسلة الجديد اللي سألته مين أنقذك من المحنة دي، لاحظوا إن طريقته وصياغة السؤال بتصور المشهد على هيئة مظلوميات. ورده كان مستفز برضه وغير منطقي، وقال إن الرئيس اللبناني أنقذني، وقال على كذا شخص إن هم أنقذوه من عدة محن، والحقيقة أنا مش عارف هو يقصد إيه بالجملة دي، وإزاي ميشيل عون ممكن ينقذه أصلاً، بينما ميشيل عون ضيع لبنان ذات نفسها، ومعطل تشكيل الحكومة، ومدمر لبنان كمان في عهده، فإزاي ممكن ينقذه وهو أصلاً مش في موقف يحتاج الإنقاذ، هو موقوف بشكل قانوني وبيقول إنه عايز يرجع السعودية، فإيه الداعي لكلمة الإنقاذ؟ الإعلام اللبناني الخانع للسيطرة الإيرانية وخصوصا قناة الجديد الممولة من قطر لسان حالها بيصور المشهد على إن السعودية ظلمت سمير صفير لأنها اتخذت في حقه إجراءات وأبعدته. قال ليه؟ قال علشان سمير صفير بيتهجم على السعودية وبيتخذ ضدها مواقف سياسية عدائية، وإنه مالكمش حق يا سعودية، يعني علشان بياخد مواقف عدائية سياسية معادية ليكم وسبق وشتمكم تقوموا تحققوا معاه وتمشوه؟ لا مالكمش حق بصراحة. ده على أساس إنه ضحية حرية الرأي بسبب تغريدات وتصريحات ومواقف سابقة أهان فيها المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، موجهين اللوم للمغردين السعوديين اللي غيرتهم على بلدهم هي اللي كشفت سمير صفير وكشفت مواقفه السابقة المعادية للسعودية. هو ذات نفسه على فكرة الإعلام اللبناني اللي مطنش المعتقلين اللبنانيين اللي في سجون بشار الأسد. على كل حال أتوقع أن الأيام اللي جاية هتخرج تصريحات تانية من سمير صفير، وقد يكون ليها لون مختلف عن اللي قاله النهاردة. وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.